السلام عليكم، تحياتي تحياتي تحياتي. كيف ما العاده الاخوان ديالنا، رقم الهاتف اخر الفيديو. كنحييكم كاملين وكنشكركم على الدعم ديالكم، وشكرا بزاف بزاف بزاف. نشرعوا الان في العمل باش ما نجيبوش لكم الروطار ولا تبقاو تسناو. تحيه كبيره للاخوان ديالنا. على بركه الله، الرئيس عبد الاله معكم، الرئيس ابراهيم. تحياتي لكم خوتي، وشكرا لجميع الرياس اللي كيدعمونا وكيدعموا الرئيس عبد الاله في قناه عبد الاله بيش. السؤال، ندوزو مباشره للسؤال ديال الرئيس مادي عبد اللطيف. السؤال ديال الرئيس مادي عبد اللطيف كيقول: السلام عليكم الرئيس عبد الاله. السؤال ديالي: شنو اللي حسن في الصياده، واش بالليل او النهار؟ شكرا الرئيس ديالنا، وتحياتي لك خويا، وشكرا شكرا بزاف على هذا السؤال هذا. والاخوان ديالنا اللي كيحطوا الاسئله راه ماشي ما كنجاوبوش عليهم، رحنا كل مره كنهزو جوج ثلاثه وكنبقاو غاديين معكم حلقه بحلقه كيف ما هضرت داك النهار وفسرت، باش ما يكونش عندنا واحد يعني ما يجيش واحد الفيديو طويل وممل. كنحاولوا نلوحوا سؤال في النهار ولا 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 جوج، باش كيكون الفيديو قصير وفي الاستطاعة ديال اي واحد يشاهده. تحياتي لكم خويا المادي. بالنسبه لام احسن صياده بالليل ولا بالنهار، راه علاش ما ولفتي في الاول غادي تمشي؟ كاين ناس كنعرفهم كيصيدوا غير بالليل وما كيصيدوش بالنهار، وهذاك النوع ديال الحوت اللي كاين بالليل راه كاين حتى بالنهار، ابار على الاسماك اللي كتكون خجوله بحال الصنور ولا الرايه، اللي غالبا غالبا كتكون بالليل، كتكون بالنهار ولكن غالبا كتكون بالليل، يعني بحال الشرغو ولا بحال المعزه راه كتكون بالنهار كتكون بالليل. الدورادة عاوتاني كتكون بنهار كتكون بالليل. الدورادة هي من نوع الاسماك الا كان القمر حتى هي كتبغي القمر، كتبغي الضوء ديال القمر الدورادة. هادي باش نزيدوها في راسنا. اما بالصيادة، الفرق ما بين الليل والنهار ولا ام احسن، يعني احنا صيدنا بنهار وصيدنا بالليل. كاين نوع ديال الصياد ديال الرياس اللي كيفضل الليل على النهار. اول حاجة ديك الشمس اللي غادي تفرعو في راسو كيتفاداها. ثاني حاجه الكالم ديال الليل، يعني كيصيد في خاطرو، ولكن هادشي ما كينقش بان الليل عنده المخاطر اكثر من النهار في الصياده. هادي على الناس اللي كيصيدوا في الاماكن الصخريه، يعني شنو كتولي كتعول؟ كتولي تعول غير على الاحاسيس ديالك في المشي والبيل. عاوتاني كاين الناس اللي كتفضل الصياده بنهار كيتفاداو الصياده ديال الليل. علاش؟ تيقول لك رغم هذيك الشمس نتحملها ونتحمل كل شيء، غير بنزلكش وما نطيحش، حيت الليل يعني كيكون راك عارف الرؤيه ديالنا بالليل راه كتنقص تقريبا 20%، ما كيبقاش عندك داك التركيز في الحجار ولا تتمشى، الا كنتي كتصيد في واحد المصيد اللي كتكون حافظه دائما كتمشى فيه، عاد كتكون عارف الطريق وكدوز منه، واخا ما كيبان لك جاك شي مزيان راك عارف كتحط رجليك. اما الناس المبتدئين كنصحهم فاش يبداو يصيدوا ما يصيدوش بالليل في الاماكن الصخريه، باش يتجنبوا الله يستر ما يطيحوش. الانسان اللي تيكون يالله بادي راه المخاطر ديال الليل راه كيعلم بها غير الله، الا مشى لشي مصيد فيه الصخر وفيه العلاوات شي شويه راه يقدر يطيح في اي لحظه، ما كيكونش كيركز مع فين غيلوح رجليه. اما الناس اللي متمرسه راه متمرسين، ما خصش الناس يعاندوهم، راه واحد كيصيد واحد المده ديال 20 عام ولا 15 عام وكيصيد بالليل في واحد المناطق راه حافظ حجره بحجره، عارف منين يدوز، عارف الطرقان. واحد اللي عاد بادي الا يبدا بنهار ويبقى يمشي مع الاخوان بالليل اللي كيصيدوا بالليل، يمشي معاهم ويبدا يحفظ شويه بشويه شويه بشويه حتى يتمكن. اما الحوت راه كاين بنهار وكاين بالليل، الاسماك كاينه بالنهار وكاينه بالليل، ما كاينش غير الليل مثلا بوحدو اللي فيه الاسماك. اي الليل كيكون شويه ديال السكون، كيكون الضجيج ما كاينش، يعني حنا كنقولوا بحال ان الحوت كيلقى راحته بالليل وكيخرج وكياكل وكيتسارى، راه حتى بالنهار نفس المشكل، كيخرج الحوت كيقتات وكياكل. كاينه شي اسماك اللي كتاكل بالنهار كثار بالليل، وكاينه شي اسماك اللي كياكلوا بالليل كثار من النهار، وكاين اللي كياكل بالليل وكياكل بالنهار. راه اغلبيه ديال الرياس كيفضلوا الليل ماشي على الاسماك، وانما كيفضلوا على حساب الكالم الراحه. راه كاين نوع ديال الرياس تقول لك انا ما خصنيش الضجيج وما خصنيش الهضره بزاف وما خصنيش الصداع،
يعني كيحاول بما امكن يمشي لشي مصيد بالليل ويريح ويصيد فيه بالليل. يعني واخا ما يشدش الحوت تقول لك شديت راحتي الليل كامل وانا مهني مكالمي مع راسي. وكاين شي نوع ديال الرياس يعني راه كاين الحوت ماشي ما كاينش بالليل، راه كيصيد وكيجيب. راه كيف ما كيصيدوا صحاب الليل راه كيصيدوا صحاب النهار، حتى صحاب النهار كيصيدوا. كاين اللي كيصيد بالنهار، الا كان الحوت بالنهار راكب راه كيجي بالنهار، ومني تيكون الحوت بالليل راه كيمشي بالليل. يعني كيصيد جوري نوي. هادشي راه كاينه هاد الظاهره، فهمتوا؟ الناس ملي كيجي وقت الشرغو، ملي تيكون الشرغو اغلبيه ديال الرياس كيبقاو يمشيو بالليل اكثر من النهار. المهم هادشي راه ما كيعنيش بان راه الليل احسن من النهار ولا النهار احسن من الليل، راه صياده صياده. اللي كيعنينا في هادشي كامل اخوتي هي السلامه ديال الرياس، والرايس كيف ما بغى كيف ما بغى يكون خاصو يحتار، حيت الليل الا طحتي راه يقدر ما يشوفك حتى واحد وما يجيب لك خبر حتى واحد. ماشي بحال النهار، النهار راه باين، هادو هما المخاطر ديال الليل. ولو وقعوا حوادث الرياس، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الرياس ديالنا ما يتأذى حتى شي واحد. واللي ما عمره ما مشى بالليل وعاد بغى يمشي بالليل يبداها بالكوشطه، يبقى يمشي للكوشطات ويصيد مرتاح مع راساتو، وشويه انتقل تدريجي تدريجي منين يولف مع الصياده بالليل عاد ديك الساعه يمشي للصخر. اما من الاول يمشي للصخر راه كنظن انا راه قاصحه عليه، والعلم لله على حسب الرايس وكيفاش داير. كاين راه احنا ما متساويينش، راه كاين الانسان اللي تيكون خفيف الخطوه ديالو خفيفه والحركه ديالو خفيفه، وكاين الانسان اللي تيكون شويه ثقيل في الحركه ديالو يقدر ما كيشدش التوازن مزيان في الحجر. كاين اللي كتجي ديك الفوبيا ديال العلاوات، كاين اللي كتجي راه انسان مختلف، راه ماشي بحال بحال. يقدر يقول لك هذاك تصيد باللي انا غادي نمشي ندير في حاله، اي راه غدير في حاله اي، ولكن هذاك راه ماشي هو انت. هذاك الشيء علاش كنركزوا، يعني راه كاين الليل كاين النهار، الانسان هو يصيد، الانسان هو يمشي. هذه هوايه كتبقى بحد ذاتها، يعني لا لا لا, لا حتى ولا اكثر، غتبقى هوايه. كيمشي الانسان كيفرغ فيها هذاك ستريس ديال الخدمه ديالو وتيرتاح وكيصيد وكيجي وكتكون واحد النقطه التواصل بينه وبين اصدقاء جدد كيتلاقاو في المصيد. هادشي اللي كاين، الانسان ما يغامرش براسو اكثر من اللازم. والمهم من هادشي هي السلامه، حنا كنطلبوا دائما السلامه للاخوان ديالنا الرياس ديالنا، وشويه الانسان كما بغينا نقولوا يعني يكون كيعرف اشنو كيدير، ما يتبعش غا الحوت راه كاين غنمشي ليه، لا يطريت ويسول، ولا بغى يمشي لشي مصيد اخر بعيد عليه يسول الناس ديال ديك المنطقه ولا الناس الرياس اللي كيصيدوا في ديك البلاصه، واش كاين شي مخاطر في داك المصيد، واش كاين شي، يعني ماشي غير يجي ويمشي وما يمشيش بوحدو وما يمشيش بوحدو. هذه نصيحه للاخوان، الانسان ما يمشيش بوحدو. الصياده كتبغي سيرتو بالليل، كتبغي شويه الوناسه، باش واحد كيرد البال للاخر. وتحياتي لكم، وفكره نتمنى من الله تكون وصلت. ورقم التليفون كيف ما العاده هو 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34. تحياتي لكم.